مشاهدين انفاس بريس داخل المغرب وخارج المغرب مازال كنتواجدوا في جديده والنواحي ديالها. ميكرو فريد يحط الرحال بمولاي عبد الله، يعني السوق الاسبوعي حد الحمراء. غنسولوا الناس على سموا حد الحمراء، الا بغيتوا تعرفوا علاش اجيو معنا. السلام عليكم. وعليكم السلام اخويا. الاخ حنا كنتواجدوا دابا في السوق الحمراء مولاي عبد الله، علاش سموا سوق الحمراء؟ حتى اصلا قبل ما نولوا السوق الحمراء هنا كانت هي اسمها جماعه مولاي عبد الله امغار، والنهار اللي حولوا السوق هنا عاد ولا كيسموه سوق الحمراء. عاد تسمى سوق حمراء حيت ماشي كلشي كيتباع فيه بحمراء. لا كلشي كيتباع بحمراء. عجب المتعجب. ما فيهاش الفرنك. لا تبدا لك من اجيب معك الف ريال دي معك حوايج اللي ما كانوش دايرين في السوق. دي معك السوق كامل. دي معك تا البيع والشراء يدي. كلشي بكل تواضع. تحياتي خويا. الله يسر الامور. حنت اي حاجه بحمراء ب 10 دراهم. اغلى حاجه بحمراء. بحمراء مرحبا. البس وعيش وكول وشرب. كيلو ديال الفول مخلط بحمراء. تيبانوا والدي. تيبانوا والديك الاستاذ. مرحبا. مرحبا شكرا. السلام عليكم. وعليكم السلام مرحبا. والله يعاون الشفناج. الله يحفظك ليا. كاين شي شفن سخون. كلشي مليح. قول لي علاش هاد الحد سمى واحد الحمراء؟ الحمراء من بكري ويا الحمراء الحمراء ملي عقلك كيقولها الحمراء. ديما حمراء. ديما حمراء زينة الله يعمر لها الدار مولاها نقية كلها نقية. وصاد البحر شو تبارك الله. يعني كل شيء كيتباع بحمراء لنا. اه كل شيء بالحمراء. حاجة الغالية بالفرنك. بكل تواضع. الله يحفظك. السلام عليكم. السلام سيدي. شريف بخير. لاباس. صحيحة. علاش سمى واحد الحمراء؟ الحمراء كنعرفها هنا. كتعرف حمراء هنا؟ اه. قالوا لنا شي ناس بان اغلى حاجه كتباع يعني بحمراء ب 10 دراهم. ما عرفتيش السوق من النوبه الاولى ديالو هنا ولا كان في بلاصه اخرى؟ كان في شي بلاصه اخرى ولا الله يعلم. يعني انت هادشي اللي عارف؟ هادشي اللي عارف انا. شحال الباربه؟ الباربه 40 ريال. 40 ريال. تحياتي. لا.